السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، وتغطية على الهواء مباشرة عبر قناة الايام الفضائية من معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 24، متواصلين وياكم طيلة الايام الماضية والايام المقبلة من اجل نضع مشاهدينا الكرام الاعزاء بالصوت والصورة من داخل اجواء معرض بغداد. استاذ، بداية نريد ان نتحدث انه طبيعة الاجواء اليوم، طبيعة الدور المشاركة هنا. نعم. بشكل عام اليوم شلون؟ الحقيقة المشاركة الراقية اللي هي 1345 350 شركة أو دار للكتاب، هذا دليل أنه العراق مركز استقطاب ثقافي، أو الممارسة الورقية أو الكتابة أو حتى النشر، العراق مكان للثقافة العامة. إذن احنا مشاركين يمكن أكثر من 4-5 دورات، نجي نطلع ونشارك ونسجل تقارير. احنا وكالة مرآة الحياة ووكالة الأخبارية أخرى والأم بي سي مجلة، فهاي المشاركات سنوية، سنة على سنة نشوف فشي رائع، أقبال كبير، دليل على أنه الثقافة في العراق متواصلة متوالدة، بل الجيل الشباب اللي هم ردنا نوصلهم الآن هم متحمسين للقراءة والشراء والاطلاع أو حتى للكتابة. يعني على مستوى التغطية الإعلامية، بما أنه زميل بالمهنة، نعم. شلون كانت التغطية الإعلامية؟ والله البعض يعني تعرف مواكب من أول أيام، بس أنتم من أول أيام يعني من القنوات الراقية اللي تابعت ومن أول لحظة، بل أعلنتوا عن وجود معرض بغداد للكتاب قبل أيام، هذا دليل على أنه الاهتمام بالثقافة والإعلام هو الأساس لرفع أي مستوى علمي أو ثقافي أو استثماري أو حتى اجتماعي. دكتور نور الموسوي. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي إذن أغلب الوكالات والقنوات الفضائية اللي ما زالت مستمرة بتغطياتها لمعرض بغداد دولي الكتاب، تأكيد أنه هذا الحدث يعني الكثير للعراقيين والثقافة العراقية. صباح الخير إذا كان صباحا، مساء النور إذا كان مساء. سلام بك يا مرحبا، الحمد لله، الله يسلمك. قلنا عن الاشياء اللي موجوده هنا، مشاركتكم. احنا بالبدايه احنا هاي اول مشاركه لنا، واحنا سعداء جدا كون هاي المشاركه الاولى. نعم، احنا هنا عندنا مثلا المجلات الكوميكس الطبعه القديمه مال جراندايزر، المجلات المصوره لحد الان اكو راغبين لها، وايضا المجسمات الصغيره اللي هي الفقرات، مجسمات صغيره لها ايضا الشخصيات الجراندايزر. فصل الاطفال هو الراغبين بها القدامى، باعتبار انه جيل الطيبين اغلبهم هم كانت طفولتهم على جراندايزر. والله وقت صرنا جيل الطيبين، هسه انا جيل الطيبين؟ جيل الطيبين بالضبط. اي، واكو بعد هم اشياء تخص الاطفال مثلا مثل القرطاسيه، الاقلام، الدفاتر، ادوات مال رسم اللي هي الكيوبت بينتينج، هاي تكون رسم بالخرز، يعني فشيء جميل يتسلى به الاطفال وقت الفراغ. عندنا مثلا بين الميدايات مال شخصيات مشهوره مال الانميات، مثل العفو اعتذر، اي مثل الانميات، مثل عندك انمي ناروتو وغيرها، هم يحبوها المراهقين ويحبوها الشباب، وابين لك اطفال راغبين لها نبيع عندنا. بما انه المشاركه الاولى لكم طيله الايام الماضيه ولليوم، شلون تقيم المشاركه؟ والله احنا سعداء جدا، ما توقعنا انه هذا الاخبار راح يكون هاي السنه، خصوصا هاي السنه احنا هو بشكل عام معرض بغداد، انا كنت زبون سابقا من اجل معرض بغداد، سنه بعد سنه نشوف الاقبال صار اكثر على الشراء على الكتب، والجميل انه الدول البقيه ايضا تشارك وسنه على سنه يزيدون. هاي شنو يفيدنا؟ مو فقط تبادل سلع، يعني هي مو مجرد تجاره، هاي لا، هاي تبادل معلومات، تبادل ثقافات، فاحنا اي بالضبط، فهو مو فقط الربح المادي، لا، احنا يكون اكو نشر بالوعي، تبادل ثقافات، تنوع بالثقافات، تعرف على المعلومات اللي ما كنا نمتلكها سابقا او ما نعرفها، شنو الاشياء اللي موجوده بالدول البقيه، شنو هم يشوفون الاشياء الموجوده عندنا، ايضا نقل صوره ايجابيه للعراق. يعني هذا اليوم من يجي يشارك بهذا المعرض بغداد بالضبط ويروح لدولته، من راح يسالونه راح يوصف لهم الاجواء الجميله، وان بغداد امان، ما بها اي مشاكل، بلد العراق جميله بالضبط. بالضبط، شكرا، اهلا وسهلا بك. بالتاكيد احنا هذا ما شاهدناه من خلال الناس اللي موجودين هنا، المشاركين او الكتاب، اغلبهم انه قدر يغير او ينقل صوره بغداد مثل ما هي عليه بالوضع الحالي، عكس ما كان بالسابق، انه العراق بلد امن، العراق بلد جميل، بغداد عاصمه الثقافه، عاصمه الحضاره، وبالتاكيد هذا ما لمسناه من خلال المشاركين اللي موجودين هنا سواء العرب او باقي الجنسيات، وهذا يدل على شيء، يدل على انه وضع العراق بالوقت الحالي، ويعني قدرنا انه نعيد صورته، سواء انه المعنيين او الناس اللي عملت على هذا الموضوع
من اجل تصدير العراق بما يستحقه. وبالتالي اليوم هو معرض بغداد الدولي للكتاب، مو فقط انه يخص الكتاب وعمليه تجاريه وما شابه ذلك، بالتاكيد احنا اليوم جاي نشاهد دعم كبير من قبل رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع، وايضا بعض الوزارات اللي موجوده، وكذلك دور النشر اللي تنطي بعض الكتب بشكل مجاني من اجل تشجيع الناس على القراءه، وكذلك مبادله المعلومات والكثير من هاي الامور الايجابيه اللي تحدث هنا بهذا المعرض. اذا اليوم المعرض مو معرض تجاري بقدر ما معرض بالفكر والوعي والعلاقات وما شابه ذلك. خلينا نشوف الناس الشباب اللي موجودين. شبابنا السلام عليكم، شلونكم حبيبي؟ شو اخباركم؟ الحمد لله وشكرا. اردنا نتحدث كشباب بخصوص هذا المعرض، شنو يعني لنا غير انه فقط الكتابه وموضوع العفو القراءه وما شابه؟ شو هو معرض كتاب يعني لنا غير الكتب؟ غير الكتب شنو يعني بعد؟ انه شنو المكاسب الايجابيه بعد؟ مكاسب إيجابية، هاي نقطة حلوة. مكاسب الإيجابية أنه تحدث هيك معارض ككتاب أو غيرها في بغداد، هي أول شيء ترفيه للناس في البداية، وترفيه عن أنفسهم، وأيضا إحياء لعاصمة بغداد. عاصمة بغداد دائما تصنف من أسوأ العواصم في العالم، هاي سابقا حاليا إن شاء الله وإن شاء الله تكون من أسفل ما يعني العواصم في العالم، من أسفل العواصم أو أفضل العواصم في العالم. وشوية شوية تدري الواحد خمه يطفر طفرة، باية إن شاء الله. فهيك معارض وهيك أحداث دائما إذا تصير تكون ممتازة. على مستوى المشاركة اليوم، على مستوى الكتب اللي موجودة، دعم وزارة الشباب والرياضة بمبادرة اقرأ، كذلك جاي أشوف دور النشر مشكورة بعضها أنه مسوي تخفيض ديسكاونت على بعض الكتب اللي موجودة. نعم، هواية دور نشر مسوي ديسكاونت، وتشكر وزارة الشباب والرياضة على دعمها للقراء أول شيء أولاً، وأيضاً المكاتب سواء محلية أو إقليمية من الوطن العربي. والكتب الموجودة هي ممتازة، كثير من المصادر سواء عربية وإنجليزية، وأيضاً كثير من الكتب والروايات العربية المحلية، وأيضاً المترجمة المعربة من اللغة الأجنبية للغة العربية. مرة المدرسة لابسة بيض، تعالوا نتعرف. شو هسه تعمل لابسة بيض؟ هاي مشكلة هاي. أنا والله هيك وضعيتي، مقدم ومنا. أنا رجال أبيع كتب، لازم ألبس بيض رسمي. مو؟ شلون أجواء؟ حبيبي. والله أجواء حلوة إن شاء الله. مبيعات زينة، يعني المبادرة مال وزارة الشباب وهماتين والرياضة ساعدتنا على إنه تسهل. تساعدتكم، احنا خلي نوضح هذا الدور للمشاهدين. يعني اكو ناس تحاول تشتري كتب بس ما عندها امكانيه صراحه، يعني اكو مثلا ربع اسره كذا يجي ما عنده ذيك الامكانيه انه يشتري الكتب، حتى لو هي كانت كتب رخيصه. يعني تدري مثلا اذا راد يشتري كتابين ثلاثه صار 15,000 تقريبا 20,000، فالمبادره هذه سهلت هواي امور عليهم، قاموا يقدرون يجون ياخذون من عندنا كتب، خاصه عندنا طلاب هسه. خلال الكوبونات؟ من خلال الكوبونات طبعا، اي خاصة هسه عندنا يعني طلاب اصحاب الكليات، يعني مثلا هسه احنا نبيع كتب علمية قانونية وغيرها، لانه بالعادة يصيرون غالية. تصير غالية، فتدري تطالب كلية هو يا دوب يعني مسيطر على عيشته ومصاريفه. يعني لاحظنا انه هواي ناس قدرت تجي تاخذ تشتري هذه الكتب من خلال هذا الكوبون، ويعني وفرت لها هذه ال كانوا يتعاملون بي انتم بهذا الموضوع؟ اكيد احنا يعني متفقين ويا الاداره مال المعرض وجاي نتعامل بيها، ها نوفر الكتب على طريق الكوبون، ها ويعني هواي مشت امور هواي عالم. حبيبي اهلا وسهلا. اتمنى لكم كل التوفيق. نعم مشاهدينا الكرام، بالتالي اليوم العديد من البراندات مشاركه هنا بهذا المعرض من اجل انه الجانب التسويقي، من اجل انه نشر و انتشار يعني مفاهيمها ومبادئها، خصوصا انه يعني مديريه المرور ومؤسسات اخرى ايضا بهذا الجانب هي ما عندها اصدارات وكتب، لكن ارتأت ان تشارك هنا من اجل انه تستثمر هذا الحدث وتكون جزء منه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله والله. من مصر. من مصر. حلوه مصر. جميله والله، زي العراق جميله برضه. حلوه مصر. والله جميله انت. شلون اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. مشاركه الكتب، نوعية الكتب الجديد اللي موجود هنا، خلينا نشوف الكتب دولة. والله الحمد لله مشاركة طيبة والحمد لله كانت موفقة السنة دي، وكان طبعا في بعض المشاكل في غلاء الورق والأسعار في الطباعة وكده، بس الحمد لله يعني تغلبنا عليها وقدرنا نطلع منتجات بسعر كويس، والحمد لله كويس، الجمهور متقبل كل شيء. آخر إصداراتكم شنو كدارنا؟ في آخر إصداراتنا عندنا المجموعة دي.
في 10 كتب باللغة الإنجليزية. باللغة الإنجليزية؟ اه موجودة هنا 10 كتب دول دول آخر إصدار لينا. بالعربي شو عندك؟ بالعربي طبعا في مثلا ضع القلق وابدأ الحياة بتاع الكرنجي، فن التعامل مع الناس، كتب أحمد أمين تمام أوكي، كمان في كتب لمصطفى محمود متاحة عندنا، في بعض الروايات العالمية بالإنجليش والعربي مع بعض. طيب. يعني صراحة عربي صفحة إنجليزي. أنا أريد أسأل سؤال، إنه المعارضة اللي تصير، معارض الكتاب اللي تصير بمصر آخر فترة آخر دورة لي يعني؟ كان كويس الحمد لله، كان معرض كويس. يعني أنا أقارن إنه بينها وبين العراق. بين مصر وبين العراق؟ عدد المشاركات، عدد المعارضات. تقريباً هقول لك حاجة، في اللي هناك في مصر الموضوع أشمل شوية أكبر. يعني مثلاً في مصر تلاقي القاعات 6 قاعات. هنا في العراق قاعة واحدة، تمام؟ ده راجع طبعاً لإيه؟ أكيد يعني مثلاً إيه؟ النسبة المئوية بالشعب تختلف، يعني مثلا مصر تعدي 110 مليون، في العراق ما اعتقد كام؟ 50 مثلا؟ 35 مليون؟ طبعا النسبة فرق كبير في النسبة، فطبعا اكيد الموضوع هيكون اشمل في مصر شوية، قاعدة أكبر تمام، كمان مصر عندها دورة اللي جاية ديت حاجة و50 51 أو 52، بالعكس الدورة 24 يعني معرض القاهرة معرض دورة قديمة، يعني مثلا من أقدم المعارض في المنطقة العربية والشرق الأوسط كمان. يعتبر يعني ايه، وبعد مثلا بعد معرض فرانكفورت في المانيا هو المعرض الثاني مباشره بعد كده، فمشهور ومعروف في القاهره. المشاركه الاولى لك بمعرض بغداد؟ الاولى ليا في بغداد، الاولى ليا. شنو اللي خلاك انه تشارك بهذا المعرض؟ والله الاصدقاء بلغوني ان معرض بغداد معرض كويس وفي قراء، كمان هيكون عندك فرصه انك تعرض شغلك بطريقه افضل، يعني يكون ايه تنوع مصادرك، ده طبيعي يعني انت ايه يكون مثلا عندك اصدارات انك ايه تعرضها في كل مكان مش شاطر القاهره بس. ايه المشكله تيجي العراق، تروح السعوديه، تروح الكويت، تروح الامارات كده، بس ده كل الموضوع. يعني اليوم اقدر اقول انه الغايه مو غايه تجاريه من المشاركه هنا، مو قضيه بيع كتب بقدر ما انه تبادل خبرات، تبادل العلاقات. ده طبيعي، ده موجود، وبرضه الناحيه التجاريه موجوده، لازم يكون ده ويكون ده. مش قادر اقول لك مثلا ان انا جاي مثلا اشوف الاخر، اكيد برضه انا عندي مثلا بيت مصاريف، عندي اولويات محتاج يكون في مقابل ليها مادي، فطبعا ده يكون ده ويكون ده. على يعني مستوى المبيعات شلون اليوم لحد الان؟ الحمد لله، والله الحمد لله يعني نبت الطموح ان شاء الله. الحمد لله تمام. طيب الحمد لله، اتمنى لك التوفيق. الله يحفظك حبيبي، تسلم حبيبي، الله يحفظك زين حبيبي، بالتوفيق. نعم مشاركين، نعم مشاهدينا الكرام، انه اليوم حتى دور النشر اللي تجي وتشارك هنا بمعرض بغداد هي مو فقط انه لغايه البيع وغايه تجاريه، بقدر ما انه نقدر نقول عصفورين بحجر، ايضا يشاركون، يتعرفون على الناس، يتعرفون على دور النشر هنا، يعرفون انه شلون يتم التعامل هنا مع دور النشر. استاذ السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي، الله يبارك في حظك. زيد فضلك. شلون وضعك؟ الحمد لله زين اشكرك. ما تعبان؟ لا الحمد لله. عراقي؟ طبعا اي عراقي. لا لا عراقي بس من سهلنينه واصلي. نتشرف. لنا الشرف. المشاركه الاولى؟ لا احنا مشاركين قبل معرض التسوق، معرض الكتاب. شارك دائما معارض البصره، كربلاء، نجف، وهنا نشارك هسه. بقيه المحافظات اللي تصير بها المعارض تختلف عن بغداد؟ يعني بغداد شويه حركه اقوى من باقي المحافظات، لان حتى الايام الجمعه والسبت يجون من محافظات بغداد. صحيح. يعني الباحه اغلب الناس كانت من محافظات جايين. فعلا الباحه كان اصلا زخم يعني. كلش قوي يعني، كلش زخم قوي. يعني احسن من 2019 شفتاني. احنا شاركنا 2019 2023 الحركه بعد اقوى. اقوى شيء. يعني 21 22 مشاركة. 21 تدري نهايه الكورونا. 22 شاركنا معرض التسوق، يعني مو معرض الكتاب. زين بالنسبه للتعاون اليوم من قبل الدوله العراقيه، الحكومه العراقيه، انه خصوصا بقضيه الايجارات اللي هنا موجوده، شلون تقيم؟ لا بالعكس، كلش يعني اداره المعرض كلش متعاونين ويانا، مسهلين الامور، دخول وطلعه، يعني اغراض، يعني كلش متعاونين ويانا. حتى يعني يوفرونا حتى اكياس، اي شيء نحتاج من عندهم ما مقصرين هم ويانا. اجمعين، الله يبارك. نلتقى على الدورات الجايه ان شاء الله. نعم شكرا جزيلا. نعم وبالتاكيد انه معرض بغداد يختلف عن المعارض اللي تقام بباقي المحافظات، باعتبار انه بغداد العاصمه وبغداد هي المركز، واكثر الناس اللي كانوا يوم امس متواجدين هنا التقينا بهم اغلبهم من محافظات العراق قادمين لبغداد، وذلك انه لسبب يعني وجيه جدا، انه هي العاصمه ومعرض بغداد له خصوصيه ومساحه وما شابه ذلك، وبالتالي اكثر من 350 دار نشر مشاركه هنا سواء عراقيه او غير عراقيه وبقيه الجنسيات والهويات اللي موجوده هنا. خلينا نشوف الاخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله تمام. الحمد لله.
تفضل. ما شاء الله هاي الاسماء هواي. كل الاسماء العراقيه والمصريه كمان موجوده معنا في المعرض. شنو الاسم المصري يعني؟ الاسماء كثيره جدا مصريه زي سلمى مثلا، زي رقيه برضو عندنا كثير ما شاء الله، ساره، اسماء كثير متشابهه بين برضو مصر والعراق. هاي المشاركه الاولى؟ لا دي يمكن الستة او السبعة ما شاء الله. يعني مواكب انه عامل كبير. العراق بالنسبه لنا زي معرض القاهره بالضبط، لا يقل قيمه. قراء العراق ما شاء الله كثير جدا، واحنا بنحب العراق جدا وشعب العراق، يعني شرفني دائما وجودنا في المعرض. زين مستوى الطموحات لا والله السنه دي لا المشاركه ممتازه جدا والفعاليات جميله جدا، وما شاء الله المعرض مزدحم فيه اقبال حلو يعني السنه دي. يعني نقدر نقول انه هاي الدوره افضل من بقيه افضل من الدوره اللي فاتت بمراحل صراحه، من الناحيه الاقتصاديه وبرضه في المشاركات والتنظيم يعني فادوا اخطاء كثيره جدا السنه دي ما شاء الله. زين هاي القاعه تفضل لو انت اذا بما انه شاركت بدورات سابقه، هاي القاعة تفضل يكون بها دائما المعرض مثل ما كان بالسابق بقية القاعات؟ المشاركة المرة دي أفضل بكتير جدا لما تكون كل الناشرين في قاعة واحدة، بحيث إن أنا ما بشتت، ما أخلي الزبون تركيزي كله في مكان واحد. لكن كانت الدورات السابقة في خمس قاعات كان الزبون بيحتار، ممكن يخش قاعة ما يخش قاعة تانية. لكن لما يكون كل المكتبات في قاعة واحدة بيكون أسهل جدا للقارئ، وبالنسبة لي أنا خدت فرصتي إن الزبون لازم يعدي قدامي، لكن ممكن يدخل قاعة وما يخش باقي القاعات. فالقاعة الواحدة أفضل بكتير جدا يعني من كل القاعات. لا دي فعلا دي مهمة وتفيد يعني. عاش اللي شرفتنا، فرصة سعيدة شرفتنا. نعم وش هذا الكلام بدأ بالتأكيد أنه البعض أنه مع قرار أو مع أنه آلية يتم معرض بغداد يكون بقاعات متعددة، يعني مو فقط بقاعة واحدة مركزية، لكن أنه من حسب وجهة نظر الناس موجودين هنا المشاركين كدور نشر، لا يقولون انه كقاعه واحده افضل لانه تجمع كل دور النشر. شلون الاخبار؟ اهلا وسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا. اهلا وسهلا. سمع انه المعرض يكون بقاعه واحده او بقاعات متعدده؟ لا طبعا قاعه واحده افضل لانه تنحصر كلها تحت فضاء واحد وتحت سقف واحد، واحنا دائما ما يعني نحضر هذه المعارض سواء كان في بغداد او من المحافظات الاخرى نجد انه هناك يعني حيز واحد ما يتعبي يعني الزائر او حتى يعني مثلا اي ضيف يجي، وخاصه يعني انت من تشوف انه جغرافيه المكان او الحيز يعني تحس كانما هو عباره عن مكعبات، انه تعرف وين يعني تتوجه ومن اين تروح. طبعا وهاي كل سنه احنا نحضرها، خاصه يعني احنا كادباء وكمثقفين يعني دائما ما يعني نقيم هذه الامور، ونجد بان هذه الامور اذا كانت في فضاء واحد او عده اماكن لا انا اشوف هذا الشيء الملائم. وبصراحه يعني بصراحه ينطي السقف الواحد ينطي فد شحنه ايجابيه للزائر او للمتلقي. بطبيعه الحال بما انهم من الرواد والادباء اللي موجودين المعنيين، فالكتب نوعيتها دور النشر هاي السنه طلعت عليها شفتها قيمتها؟ طبعا يعني في الحقيقه وجدت يعني في السنوات الماضيه كانت هناك قيمه وكانت عناوين جذابه وكانت يعني عنوانات يعني تجذب. في هذا المره وجدت هناك الكثير من دور النشر لم تاتي من خارج العراق، لكن هناك ايضا يعني توجد بعض الدور اللي جذبتنا ان نشتري بها كتب وناخذ من عندها هذه العناوين. وطبعا لا بأس إذا كان لكل واحد وجهة نظره، لكن أنا أشوف بأني بوصفي أنه زائر ومتبضع أنه البعض يرى بأن هناك له رغبة في الكتب الدينية، وهناك رغبة في الكتب الفنية، وهناك رغبة في الكتب بالضبط، وهناك رغبة في الكتب الفلسفية والأدبية. طبعا جانب الكتب الفلسفية والأدبية هي من اختصاصنا كوني أنا ناقد، يعني أجد أبحث عن ما هو جديد وما هو حاضر في المكتبات اللي أقتنيه، مثل ما فعلت أنا اقتنيت بعض الكتب اللي وجدتها ضرورة الاقتناء. طبعا لذلك أجد بأنه تمنيت لو كانت هناك بعض الدور السورية مثلا واللبنانية اللي بالدورات السابقة. قد سوريا ولبنان ذكر. لا أكو هي موجودة يعني بعض الدور اللبنانية، لكن أنا أقصد مثلا بعض الدور السورية يعني نشرت لي كتابها لدار نينوى في إحدى السنوات وجدتها في العام الماضي موجودة مثلا، لكن هالمرة ما موجودة.
ممكن هو ظروف البلد أو بشكل عام هي استراتيجية العمل ممكن، لكن بالمقابل أنا أجد بأنه هي ظاهرة ثقافية، ظاهرة يعني أحيانا لم يكن الكتاب لوحده هو للقراءة فقط، وإنما الحياة اللي يخلقها الكتاب. يعني ترى بعض الناس يأتون لكي يعيشوا هذا الجو، وبالتالي يقلل من ظاهرة الاغتراب اللي يعيشها المواطن العراقي وهو بعيد عن الثقافة. لا، لذلك أنا أجد بأن الجو الذي يعيشه المثقف أو الإنسان العادي أو بشكل عام عامة الناس أنه حضوره هو كرنفال سنوي. هذا الكرنفال السنوي يعبر عن أصل المجتمع العراقي وما ينطوي عليه من بعد ثقافي ومعرفي. لذلك أنا أحرص، أنا طبعا من محافظة بابل، من مركز مدينة الحلة الله يسلمك، أنا أحضر عادة ما أحضر في المعرض أكثر من مرة مرتين أو ثلاثة، لأنه تشوف أنه أنت محتاج أنه تعيش هذا الجو، محتاج أنه أنت تعيش هذا العرس الثقافي، بغض النظر عن إذا كانت هناك من يرغب لاقتناء الكتب أو من لم يرغب لاقتناء الكتب. نحن بحاجة، لأن المجتمع العراقي بفطرته مجتمع مثقف وينتج، ولو هيئت الظروف له مثل باقي الدول ومثل باقي الأمم الأخرى لكان له الشأن الكبير، وهو الآن له أيضا شأن كبير. شكرا جزيلا استاذ، هناك توفيق وان شاء الله نشوفك بالدورة المقبلة. شكرا جزيلا. نعم بالتأكيد احنا يعني يعز علينا انه مثل ما ذكر الاستاذ، يعز علينا عدم مشاركة بعض الدور اللي شاركت بالدورات السابقة، لكن بالتالي هم الأعرف بوضعهم وظروفهم، لكن مع ذلك نتمنى انه نشوفهم بالدورات المقبلة. مشاهدي الكرام فاصل وراجعت. نعم مشاهدي الكرام رجعنا وياكم بعد الفاصل، وبالتأكيد انه اليوم يوم السبت، يعني العديد من الناس بدأت تأتي إلى معرض بغداد للكتاب، خلينا نشوف هنا معهد الحوار العراقي. شلونك يا أستاذ؟ زين الله يحفظك. معهد حوار الفكر، إخباراتكم دائما مشاركين في الدورة، أريد أعرف أنه انطباعكم ومشاركتكم عن هذه الدورة. إحنا المعهد أول شيء خليني أحكي لك عنه. نعم. تأسس من بعد 2005 إلى الآن، استمر بإصداراته مجلة فصية الزر كل شهرين الثالث. أغلبية دكاترة مالته هم من دكاترة العلوم السياسية جامعة بغداد والنهرين والمستنصرية. كل ما مثل ما تعرف أنت، كل معرض وكل دورة إحنا مشاركين. التميز هاي الدورة مشاركة إنه مبادرة أقرأ اللي يطلقها رئيس الوزراء واتحاد الناشرين، بالإضافة مع وزارة الشباب بالضبط. فهاي خلت الراد للمعرض انه يصير له واهس اكثر، يجي اكو اقبال جدا واسع هالسنه عليه. شكرا لكم. اليوم المشاركه، المبيعات، الناس اقبالهم، الاقبال مال الناس جدا والله كثير هالسنه. المبيعات جيده جدا الحمد لله. لا تخلي عينك علينا. تختلف هي، قلت لك عن هاي السنه عن سنه انه التطور، اضافه الى انه الوضع الامني وغيرها اختلف عن السنين السابقه. شكرا جزيلا. يلا بالتوفيق، تمنى على حج عباس. شكرا جزيلا. نعم الكلام بالتاكيد انه الوضع الامني والتطور الحاصل ببغداد والعراق بالفتره الاخيره، هذا كله ينعكس بشكل ايجابي عن انه معرض بغداد او عن كل نشاط يحدث في بغداد او بالعراق بشكل او باخر. مؤخرا بطوله الخليج، بطوله غرب اسيا، ومعرض بغداد والدورات السابقه ومعرض العراق، هاي الاشياء كلها انطت انطباع وأنطة ترياحية لجميع الدول العربية أو الأجنبية من أجل المشاركة بالنشاطات اللي تقام بالعراق، سواء من الجانب الاستثماري أو كذلك من العديد من الأشياء. شلونك أستاذ؟ أنا شفت لقائي قبل يومين ثلاثة وياكم، تستاهلون. تستاهل. لا والله. والله تستاهل. قول قول. أنا ما دام سوينا لقاء. تحياتي. قبل يومين. يلا. يلا نشوفك إن شاء الله بعد يومين. يعني شو قبل يوم وياكم تريدون هسه ما بيها النجاح 100%. عاشت الايادي النجاح 100%. اي والاعلام نجحها. ها عاشت الايادي. معرض بغداد يبون كتاب الدوره 24 نجحت احسن من 23، وان شاء الله 25 بعد الافضل ان شاء الله بوجوده. زين وبوجود الاعلام هذا اللي ابطال انتم الايام
موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ. شكرا جزيلا. نعم بالتاكيد هو الدوره بعد دوره يكون التنظيم اكثر نضج واكثر مساهمه ومشاركه على جميع المستويات، خصوصا انه المبادره اللي اطلقتها رئاسه الوزراء مع وزاره الشباب، وانه مبادره تقضي لتشجيع الناس. وما شاء الله يعني انا اتمنى جعفر تشوف هذا المنظر الجميل الرائع، يعني الاف الكتب والاف ويعني العديد من التخصصات موجوده هنا، كل الناس انه بامكانهم يحصلون عن اي شيء يبحثون عنه، سواء على الجانب المهني او عن التخصصات اللي مختصين بها. وبالتاكيد انه المساهمه. شلونك صديقي؟ اهلا وسهلا يا حبيبي. نعم بالتاكيد. السلام عليكم. هاي الابتسامه تجنن، يستاهل المعرض. شلونك استاذ؟ شو اخبارك؟ صدتك. شنو هالابتسامه الرائعه؟ بعدين. الله. شلون المعرض؟ بعدين بعدين. بعدين. بعدين يعني بعدين انه يدور على كتاب اكيد، لان من حقه ما عنده مجال، ولانه من الممكن تخلص كل الكتب اللي ممكن واحد يبحث عنها. الناس منظر جميل يعني، او تكوين رائع جاي يسوون هنا، خصوصا انه الاعداد يوم بعد يوم. ممكن انه الايام اللي فاتت ما شاهدنا هيك زخم باعتبار انه دوام، لكن يوم امس باعتبار انه يوم جمعه ويوم السبت ما شاء الله العديد من الناس موجودين، العديد من العوائل، كذلك الاطفال وكبار السن. انا يعني اتمنى او راح اترككم ثوان انه فقط حتى تشوفون المنظر بدون تعليق، يعني الصوره هي اللي تتحدث عن نفسها. ويا ريت زميلنا المصور جعفر لو صورها. إيه نعم على الدخول حتى الناس تشوف. يعني ما شاء الله منظر مفرح وسعيد، يعني بالتاكيد انه الناس حاليا بدات تتوافد لمعرض الكتاب، معرض بغداد، باعتبار انه الجو لطيف والوقت مناسب جدا، خصوصا انه هو اليوم المعرض مو فقط للكتاب، بقدر ما انه بامكان العائله بامكان الفرد انه يجي هنا يغير جو، يشوف كل الاشياء اللي موجوده ويطلع عليها. فبالتاكيد يعني دور النشر والمشاركات، لكن انا بما انه اكو ابطال خلف الكواليس دائما يعني موجودين، خصوصا انه خلف الكواليس دائما الجانب الاعلامي. شلونك صديقي؟ كل الهلا يا مرحبا. خلف الكواليس وانتم يعني ما شاء الله العمل الاعلامي بجهود جبار. العمل الاعلامي احنا هذا متعودين عليه، عمل صار عندنا ويقال عليه العمل عباده، ومثل هيك مكانات لازم نكون احنا دائما موجودين بيها، مثل ما تعرفون حضرتك وحضره الباقين الاعلاميين. هاي يعني اليوم هو معرض الكتاب، معرض كلش مهم وكلش مفيد، وهواي اشياء نستفاد منها، مو بس اللي جايين، حتى احنا كاعلاميين مرات واحنا نصور واحنا نشتغل نشوف هذا الكتاب يعجبنا هذا الكتاب ما يعجبنا، نفتهمك ثقافات من برا كلش هواي، يعني هواي اضافت لنا اشياء كنا بحياتنا جزء ما نعرفها بس استفادينا من عندها. ممكن حتى اكو ناس تجي هي مو قصدها الكتاب بس تتعلم وتفتهم عادي، ماكو مشكله تصير هاي الاحداث بكل الاعلام. تحياتنا للاخ. طبيعي طبيعي بالعكس، هم ذول اهلنا وناسنا. فمثل ما قلت لك اكو ناس تجي هي مو قصدها الكتاب، قصدها انه تتنفس، بس بنفس الوقت انه هي من راح تشوف انه اكو كتاب موضوع كذا، راح يصير عنده فضول يقرا، راح السنه تجي راح يتصدر من ضمن اللي يقرون من ضمن اللي يدورون هذا الكتاب. فاحنا ندعو يعني من خلالكم وخلال الباقين انه اللي حتى اللي ما عنده واهس يقرا ومو يم القراءه خليه يجي يتعرف على حبيبي يجي، لانه اليوم مو فقط كتاب، فرصه للعوائل، للشباب، للاطفال، كل الاشياء موجوده هنا. احنا نتمنى انه الشعب العراقي هو شعب مثقف واعي فاهم، انه هو من زمان يقرا ويشوف كذا، مو شعب يعني ضعيف، لا بالعكس شعب قوي. نتمنى انه الباقين اللي قاعدين اللي ما يجون يجون، وهي فرصه لهم يطورون من نفسهم. تحياتي لكم حبيبي. اتمنى لك التوفيق حبيبي. اتمنى انه غنيناكم حبيبي. حبيبي بس انا انت مصور يعني بالعاده المصورين ما يوقفون قدام الكاميرا. اي لا طبيعي طبيعي هذا شغلنا حبيبي. الف سلامة حبيبي. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي انه ندعو كل العوائل، كل الناس اللي موجودين اللي ما جايين للمعرض لغايه الان، انه يستغلون الفرصة ويجون بأسرع وقت، باعتبار أنه أيام قليلة فقط وينتهي المعرض، لأنه 10 أيام، وأعتقد ما كافية
بالنسبة للعوائل وبالنسبة للأساتذة. السلام عليكم أستاذ، شلون أخبارك؟ زين ألف هلا. شو أخبارك؟ أنا أقول 10 أيام للمعرض، فترة قليلة، ممكن شهر نبقي. اي نعم، المعرض كلش لطيف وفي كتب قيمة جدا. طبعا المتكلم الأستاذ المحامي الخبير القانوني عبد اللطيف الربيعي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. حقيقة يعني المعرض 10 أيام كلش قليلة. أنا يعني طلعت شفت الكتب القانونية وشفت الكتب الدينية ومجموعة يعني ثقافة الأطفال أيضا، كتب قيمة يعني تحتاج إنه أكثر من 10 أيام، يعني أقل شيء في 20 يوم 15 يوم يكون المجال واسع جدا لأغلبية الناس المثقفة إنه تيجي تطلع عليها وتشوفها. زين، اليوم الكتب اللي تبحث عنها لقيتها اليوم بمجالك القانوني؟ والله شفتها هسه بالكتب القانونية بالإمارات، شفت يعني حتى عن أقليم كردستان، كاتمين الأحوال الشخصية في أقليم كردستان، وهذا شيء جيد إنه كتب أقليم كردستان إنه تنشر بالإمارات، هذا شيء يعني جدا مفرح. وبعدنا دا نفتر نتجول بأرض المعرض إن شاء الله المعرض. هاي الجهة الأولى لك؟ هذه أول يوم أنا أجي، أول يوم. بعد يعني باكر تجي؟ ان شاء الله ان شاء الله، لانه اذا ما لحقنا اليوم نجي باكر الى ان يعني نكمل العشرة ايام كلها ان شاء الله نتواصل ويا المعرض. وبالنهايه انه 10 ايام قليله، 10 ايام واللي ما جاي لحد الان في رايي اني 10 ايام قليله، يعني لانه الوقت ايضا مو كافي، انه تعرف بعض المرات ايام دوام الصبح تجي على العصريات انت، جو حار اضافه الى انه هذا هم سبب يعني يسوي تلكؤ للناس للحضور. والله المبادره جدا طيبه ومشكورين عليها شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بالتاكيد هي فعلا 10 ايام غير كافيه للناس اللي موجودين هنا. بعض الناس لغايه الان ممكن ما تعرف انه معرض بغداد قائم لغايه الان باعتبارهم مشغولين وانشغالاتهم، فيهم من اللي ممكن مخلي في حساباته او في باله انه كتاب معين يخدمه في مجاله لكن ما تاحت له الفرصه انه هو وجهنا. لكن بنفس الوقت اريد يعني اتمنى انه حتى الكتب اللي موجوده هنا من دور النشر هي راح تبقى. بنفس الوقت لانكو يعني عملية تبادلية بين دور النشر، بعض دور النشر اللي قادمة هنا يكون بالتعاون والتنسيق انه يخلون العديد من كتبهم اللي موجودة هنا بالمعرض عدة دور النشر العراقية، فبالتالي يعني كل الأشياء موجودة هنا. مشاهدي الكرام ناخذ فاصل وراجع لكم. رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد الفاصل. أستاذنا الجميل اللطيف شلونه؟ تخبط الله يحفظك. شلون أخبارك؟ والله الحمد لله بخير. أول زيارة لك؟ أول زيارة إن شاء الله. الزيارة هاي دعوة خاصة من الأستاذ الحاج نور المالكي والحاج ياسر المالكي والمرشح سيد محمد. جيت هسه اليوم أول يوم جيت. أول يوم. شفت الكتب؟ إي. إي الأشياء اللي ممكن تفيدك خذتها؟ تخبل تخبل أنا. والله. كم كتاب أخذت؟ أعطوني كارت بأمر حاج ياسر وسوقت يعني مجانا. سوقت فيه. إي. اليوم يعني المبادرة هاي شجعتك انه يتخبل والله يعني طبعاً. يعني انا ما متوقع اسبالي بدوله ثانيه يعني مو بالعراق. ليش لا بعد دوله ثانيه باوروبا انت؟ لا مو اوروبا يعني مثل ما يقول بسوريا. يا الله. اي طبعاً. يعني بالتالي احنا ما قاصرين يعني كبلد خصوصا بغداد بالفتره الاخيره ناسنا ما شاء الله واعيه. هسه لحد الان الوضع من صار بيد الاطار ووزير الداخليه، نشكر وزير الداخليه عبد الامير الشمري ابن محافظه الديوانيه. نشكر الكل يعني ما نشكر شخص. لا لا ما نشكر، لا لا ما نشكر الكل. نشكر الناس المخلصه اللي قدمت. خلنا خدمك. من كانت بيد الكاظمي فوضى ما نقدر شيء. هسه مو صارت بيد الاطار لا امان يعني تطلع بالثنتين بالليل بالثلاثه بالليل وتمشي للبصره يعني امان. بالتالي البركه بوجود كل الخيرين الناس اللي موجودين متنفذين باستثناء يعني مو باستثناء يعني بدون استثناء كل الناس اللي دا تعمل من اجل. شكرا جزيلا استاذ. من اجل انه اعاده بغداد والعراق انه بالواجهه من جديد وبالشكل اللي تستحقه. كررت على اخر اختم وياك مشتاق لك. حبيبي شلونك؟ خير وبركه. شكرا الحمد لله. شكرا. التغطيه شلونها؟ والله الحمد لله تغطيه بهيك اجواء جميله انه انت اليوم تشوف النخب الأكاديمية النخب المثقفة موجودة بهذا المعرض
اللي وصل رسالة مهمة جدا، خاصة أنه نحن إذا عرفنا أنه أكثر من 26 دولة عربية وأجنبية تشارك، دول أوروبية تشارك، أيضا مختلف الطبقات الاجتماعية موجودة بالمعرض، العائلات موجودة بالمعرض، يعني منصة تقارب أخرى يعني بين مختلف طبقات المجتمع، وهذا الشيء كلش حلو. اليوم احنا نشوف المعرض بالسنوات السابقة أنا برأيي أنه مو مثل هاي السنة، السنة أفضل يعني من ناحية الإقبال الجماهيري، كل يتفق مع هذا الرأي، اتفاق ومبادرات حلوة. اليوم احنا نشوف اقرأ وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع معرض الكتاب، هاي المبادرة يعني سوت قطة جو ثاني، اي يعني بعض نكون واقعيين، يعني بعض الشباب اليوم مختلف الاعمار، طالب جامعة وهاي ما عنده حتى شغل ما يقدر يشتري كتاب، نكون منطقيين بهذا الموضوع، كتب غالية وبعض الكتب غالية، طلبة دراسات، انا اليوم طالب دراسات عليا جاي ادور الكتب اللي تفيدني، لقيت لا بعدني هسه جاي موجودات المبادرة موجودات ها لا اشتريت او اكو المبادرة لكل منطقة استقرار، يعني تكون الكتب التخصصية تكون غالية الاكاديمية، اكاديمية اكيد غالية اي يعني، فهذا الموضوع هو دفعة معنوية بالاتجاه الصحيح، خاصة ان احنا اليوم نشوف رعاة موجودين للمعرض، نشوف هاي المكتبات والدور النشر العربية الموجودة وتفاعلهم شلون يقولون، يعني أنت أول يوم بالمعرض أو ثاني يوم أحد أصحاب المكتبات من المغرب قالت أنه أنا شفت معرض بالسودان وهذا المعرض يجي بعده من ناحية الإقبال الجماهيري، يعني بالسودان الأول واللي بعد ما يعني هو آخر كان يعني قبل ما أعرف كم سنة صراحة ما متأكد معلومة، بس قالت إنه معرض بغداد بنشوفه بهاي الصورة البهية وهذا الإقبال الجماهيري كلش كبير، هاي نقطة إيجابية تحسب لبغداد، تحسب لك وعلى جهودك تنفوسه يا بطل، شكرا جزيلا. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي يعني والمعرض يجمع الجميع، مو فقط الأدباء، مو فقط الكتاب، مو فقط الطلاب والأكاديميين، بقدر ما يشمل الجميع. احنا متواصلين وياكم طيلة الأيام الماضية واليوم، لكن وصلنا وياكم للختام على أمل اللقاء معكم بتغطية يوم غد، ختاما تقبلوا تحياتي تحت كلام، إلى اللقاء.